صباح الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بالتي سجلناها يوم أمس وتصبح أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس ربيعي دافئ في عموم المناطق لكن يكون حار نسبيا في المناطق المنخفضة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار تكون الأجواء صافية مع 27 درجة مئوية المحسوسة 27 أيضا، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، كما ذكرنا هناك ارتفاعات على درجات الحرارة، طقس ربيعي دافئ في عموم المناطق، المفرق 29 إلى 18، إربد 28 إلى 18، جرج 30 إلى 20، وعجلون 26 درجة مئوية، أما الصغرى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 31 إلى 20، البلقاء 26 إلى 19، عمان 27 إلى 19، مأدبة 28 إلى 19، والبحر الميت طقس صافي 32 إلى 25 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك 27 إلى 19، الطفيلة طقس صافي 25 إلى 19، معان 30 إلى 17، والشوبك طقس صافي 24 إلى 17، والعقبة 35 إلى 24 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 32 إلى 20، أرويشد 30 إلى 19، والصفاوي 32 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.